والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية لأنهم شعروا بقرب أجله فطلبوا منه الوصية، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأن النظر ما هو لشخصه وإنما النظر لمنصبه، لا ينظر إلى شخص ولي الأمر إنه ما هو بذو أبهة ولا هو بذا يعني جسامة ولا وسامة، العبرة بمنصبه لا بشخصه. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.